2018 ديالي اكيد موروكو لان الاغنيه كانت في الخير عليا، واغنيه حبيتها، واغنيه اللي توصلت بها عليها برساله ملكيه ساميه، فاكيد هذه غادي تكون ابرز حاجه بالنسبه لي في 2018. لا انا غير مقصره الحمد لله. الصفحه ديالي ديال الانستغرام وصلت لمليون و100 الف تنظن، ولا 150 الف، وكنحاول انني نحط اي حاجه بعدا، اي حاجه اللي كتعلق بالمسار ديالي الفني، الحفلات كذلك، الاطلالات، بعض النصائح في المكياج ولا شي حاجه انا كنحاول نحطها. انا ما كنبغيش نحط حياتي اليوميه، ما كنبغيش نحط المسائل اللي ما عندها حتى فائده بالنسبه ليا. هادشي علاش انا بالنسبه ليا هذاك الشيء ماشي معيار، لانه المعيار الحقيقي عرفتي شنو هو؟ وحب الجمهور. فوالا اكزاكتومون، المعيار الحقيقي هو هذا، هو ملي كتخرج للشارع وكيجي عندك الجمهور وكيجيو عندك الوليدات الصغار ويقول لك تنبغيو هذه الاغنيه وتنبغيو هذه ديالك ولا شي عمل فني ديالكم، متبعين المسار ديالك. انا بالنسبه ليا هذا هو المعيار الحقيقي. اي والله يهديهم، الله يهديهم. وكاين انتاجات اللي شوف الله يوفق الجميع، كاين حوايج اللي ما كتعجبناش، ولكن الله يعاون الجميع وصافي وصافي. واش غنقول لك؟ لا ديما مسالمه. واش غادي نقول لك؟ يعني كاين شي حوايج اللي ما كتعجبناش، ولكن الا كانوا هذوك الناس دايرين داكشي عن اقتناع فالله يعاونو. مزيان الواحد يكون تيق في راسو، واخا يكون داير شي حاجه خايبه وعارفه بانها خايبه. شوف انا مع البوز بوزيتيف ماشي البوز نيجاتيف. الا كان هذا البوز كاين اللي ما كتهمو لا عائلته ولا الناس ولا صورته الاجتماعيه، فكيدير ان بوز نيجاتيف كله كيفاش كيشوف راسو. الجديد ديالي قريبا ان شاء الله. اغنيه ما نقدرش نعطي التفاصيل عليها، ولكن شوف ان شاء الله كنتمنى انها تعجب الجمهور. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.